صباح النور، مرحبا بيك. دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ عرفتي شنو وقع لي هاد الصباح؟ بغيت نشارك معكم الروتين. فقنا يلا فطرنا وكنعطي المعجم عند الشريحه بالزيت البلديه، كانت عزيزه عليه. وهاد الايام هادي ما عرفتش، بحال ولات كتقل عليه. واقيلا انا شكيت، حيت ما كنتش كنخليها ليه هكذا كمعك. تالي هاد المره غير بالفرشيطه غلطت واحد الغلط، قلت زعما غنطحنها في الهاشوار ونسخ على شويه، حيت جبنا غير شي 5 دراهم باش فورتها لي مع شويه ثوم حمرا، وغلطت مي معك تالي بالفرشيط. جاتو شويه صعيبه في المضغ. هما هي ملي كتطحن كتعجبو. انا هذا هو السبب، عاد ملي جيت نفكر عاد لقيت وما بغاش ياكلها ليا وصافي. وجيت شاركت معكم واحد الحوت عمرتها. هي صراحه الحوت البوري جبتو ديال البحر زوين صراحه. ديك النهار جبت جوج، طيبت وحده، كاينين زوينين في سوق الشيشان كيبيعوا واحد السيد 12 درهم الوحده. وخديت جوج، درت وحده في الكونجيلاتور غسلتها ودرت لها الحامض، وشاركت معكم كل شيء. والقطه عاوتاني خبطت ليا السيبوره. هي صراحه باش ما نكذبش، هي ماشي هاد المره خبطات عليا، هي بحال هرساتها من واحد البلاصه صافي. ولات واحد جوج حتى كان ما كنشوفهاش، حتى كترجع للور وكطيح بالتليفون. هو عرفتي طاح ليا الحمد لله، غير هرسات ليا الكسابل وصافي. ومجيت نقلب على الفيديو لقيتو تمسح كل شيء، كاع داكشي اللي شاركت معاكم. ايوا قلت والله ما نيأست نكمل معكم النهار ديالي، وماشي ضروري نشارك معكم الحوسه. المهم هو نشارك معكم الروتين ديال من الصباح حتى العشيه ان شاء الله. المهم هنا البنات يلاه صايبت ديك الحوسه، خشيتها في الفران. معتمد بالله كان الروتين هذا ديال الجمعه، حيت ما درتش كسكسو هذا النهار. وغادي نديه مع الجوج عند المعلمه باش نهضر معها على الغياب. هو قال لي ماما انا غنشرح ليها، ولكن قلت من الاحسن نقول لها زعما شنو السبب ديال الغياب، واخا هما زعما يلاه يبداو. ونفس الوقت نسول على معتمد، وكيعجبني انا في بدايه السنه الدراسيه نتعرف على المعلمه، ونفس الوقت نعرفها اكثر على ولدي. المهم احبابي شنو بغيت نقول لكم، هنايا درت هاد الشعريه الصينيه، غتبان لكم زعما ما الشكل ديالها. انا ما عنديش بعداك شي بريستيج، ولكن راه بنينه، شرملتها وعمرتها جات بنينه. وهنايا درت المعتمد سلطه ديال الخيار ومطيشه والخس. معتمد بحالي عزيز عليه. انا اصلا هذا هادشي اللي كنت كناكل ملي كنت حامله بيه، كناكل غير قنيه غير الخس وصافي. انا حطيت ليه واحد الشهديه، واحد شويه الخوخ وصافي. وهو راه كياكل داكشي غير ناشف، عرفتي بحال هادشي كيعجبو. اما ملي كنعطيه التغماس كيبغي شي غمس بحال معكاز، كيبغي ياكل شي حاجه سريعه بلا ما يوسخ يدو. ودرت ليه هنا الكوتي واحد الشهديه وصافي. وهنايا درت ليه الكوتي قبيله، حطيت ليه شهديه، دابا درت ليه خوخه بحالي سبحان الله العظيم. هاد بيمو ديال قبيله زعما حطيتها ليه في الديسير، ودابا درت ليه خوخه ودرت ليه جولدن. سبحان الله العظيم معتمد، فكرني في الطفوله ديالي انا عزيزه عليا بيمو جولدن ملي كنت صغيره. وتا هو كيقلب عليه وتيكون قليل عند مولي الحوانت، كنلقى غير عند واحد القلاي. وشفتو ليه دابا البارح خديت ليه واحد باش كان مريض، ودابا زوين بالزرع صراحه، بنينة بيمو ما تبدا. هو الوحيد اللي ما تبدلش، هو الوحيد اللي ما نقارش، بقى من الصغر وصافي. من بعد البنات ديت معتمد، جيت درت لاسياس نعاس ترتاحيت. من بعد جرج اللي تغدينا عاوتاني رجعت تكيت وصافي. دابا جبت معايا المقادير الكيكه، بغيت نصايب كيكه وصافي. المهم بقاو معايا دوزوا معايا هذا النهار هذا. شكون بحالي فيه البليه، وكما قلت لكم صافي دابا غنمشي نصايب المقادير ديال الكيكه. نصايب زعما الكيكه، سمحوا لي ما تديوش عليا وصافي. هنايا عطيت المعتمد الكوتي، صايبت ليه الشوفان بالحليب، وعطيت واحد رايبي سقط مرة البنات كتعرفوا الدراري ما يمكنش تحيدوا لهم تقلعوا لهم كلش صافي. ومن بعد هنايا جبنا لي دوفوار، كاع داكشي اللي عنده خدمت معاه كمل الكوتي ديالو. دابا غنوض نصايب غير الكيكه ديالي وصايب لها وانا شريت لي صافي. حبابي هنايا جيت نصايب معكم كيكه، درت فيها نص كاس زيت وكاس سكر وجوج بيضات وجوج خمارات ودانون صغيور فاني، ودرت فانيا. درت هنايا جوج صافي، هادشي اللي درت، وجوج كيسان ديال الطحين فور سرطه وجوج خمارات. كنت قلتو ولا ما قلتوهمش؟ مع كنزرب البنات والله ما كاين الوقت، المونتاج هو اللي كيجيني صعيب. اما التصوير صراحه كنصور وكنرتاح، كنصور ورتاح.
ايوا صافي هادشي اللي كاين احبابي. جوج كيسان ديال صافي الماء هنايا تكون غادي تحت. ندهن المول، عندك صافي هادشي اللي ندير تتفات المول؟ قلت صافي غندير غير وفانيا، مقله تقيله غندهنها، بشهار فانيا هاد النهار تشهي كيكه تكون وغادي ندير فيها ريحه الكيكه. الفانيا وصافي تتفات. قلت من الاحسن صافي ديك غادي اللي ندير درتها فيها الكيكه وجات هادي زوينه غادي تنعاود ليها. دائما هاد الكيكه صافي كما كتشوفوا دابا درت دوك راه الخمارات، فانيا غنزيد الطحين. كنتفرج وصافي على الكيكه هادي اسهل كيكه انا عندي هي هادي ديال جوج صافي بيضات. ماشي بغيت نقول لكم تشهيتي المهم نديرها في نتمنى، المقله المهم هاد النهار تشهيتي في دوزتو المقله معايا النهار كامل كيفاش كندوزو، مع ماما كتكون فيه جديده دائما القنطه فيه المدرسه تماره فيه الحفاضه صاحبي فيه هي كلش. الكيكه صراحه القنطه وديريها في ما المقله عنديش ولا القنطه انا من السته كتفرمي الفوق، هادي عندي القنطه غير من ونقوم نمشيو نهار نشوفوا اللي كيكون تيمة معتمد كيسان العشيه خاوي كيجي من عنده المدرسه ما اللي كيلقى كنحسب القنطه نهار اللي كيكون عنده العشيه صح. عامره العام اللي فات كان كيلقى دغيا تعب كان. الفولتي كيلقى صراحه الفطار في البيت كندوز النهار كيقول عامر ماما وكان ما كيعجبني كنشري لما ليا كيكون اي معتمد حاجه عنده العشيه ولا خاويه كنلقى ما كندوز ندير فيها نديرو الباتيسري فيها. كندوزو لهبطه للمخبزه كنشري لي شي شي حلوه مره نشارك معاكم النهار اللي كنلقاها كيكون معتمد صافي مقاريش في ونرجعو العشيه. في الذكريات كنت كنجي كنلقى ماما مسكينه وصراحه معتمد مسكين هاد صفون الايام ريحه شحال ما صايبت ليش الفايل كذا الكوتي كذا والله الا الكيكه صراحه كفكرني قبيله ماما جالسه وهاديك علاش شربتي متصايبت بالعصير الكيكه. البيبي قلت وشربتي ديك شوفوا شحال الكيكه هذه انا ملي كنت صغيره صح كندخل كنلقى ماما تقريبا يوميا كانت كتصايب كيكه، داربه كل مره بيبي مزوقه انا نقول بشكل مره ساره نلقى هادي جات الملوير كنخليها غايب، لكوت كل مره صافي كنلقاو حاجه كنشوفها زوينه في ماشي الكوتي. كنت تدخلي كتلقاي ماشي الدار وصافي سخونه بالطياب صح بريحه الدخان، تنزغو وتمشي يعني كلي ماشي بحال دابا. دابا كلشي زوين الانسان ولا صافي كيشريها من نقوم نشري الزنقه، ف تقريبا كيجيبوها لي انا كوت لا في عقلتو الكوم عليا ماما دائما ماما كنصايب الاعوام مش اللي دايره دازوك لهم شي دائما حاجه اللي كنصايب داكشي في كيحسبوها الدار. دابا ولكن زعما مؤخرا هاد تقريبا الايام دوزو وليت عليا شحال من الكوت حاجه كنشري وكيجي ليها من زعما وشري الباتيسري لي داكشي كاع على غير حريشه ولا كنشريها ليه غير من عند من كيجي الباتيسري. فقلت كيدخل زهناء عاد الكوم بلا مش زعما تراجم كيكا رجع وكيطيب رجعك كيما كنتي. بصح على حق الله فصافي داكشي علاش غنسيبو درت ديك الكيكه ماشي في وكنقول لي الطروبيه شري الصباح. ما بغيتيش انا تحطي حكيت هاد الكوكوت كيجي كرمتها بجيكس كيجي كانت يحطها ولات حالتها. كيجي يحطها صافي غسلت امي عناتي باش خاصها غنشارك معاكم تبوي واحد صراحه الماسك كيجي زوين يحطها وكوماج الكوكوت عرفتي كيرد بزاف الوجه كاع كيلمع يجبد الزبده اكثر هي بالنسبه ولكن هادشي للبنات اللي ماشي الوجه كيجبدو ديالهم دهني، كيجبدو الوجه الكوكوت ديالهم كتكون جاف شطابله كيكون بزاف ناشف كيولي ماشي وجهكم مشاكل فيها تكون كيلمع. شطابله ليت بالنسبه انا للبنات اللي شطبت الزبده كيعجبهم وتاهي شوفوا الوجه البنات ديالهم هكا كيشوفوا وجههم كيلمع كيلمع هاد الكوماج غيرت الوجه كيجبد كيلمع. زوين الوجه جربيه كيجبد وردي عليا الخبار ولكن تنكمل صافي هاد انا الروينه هادي. شربته عاد ما غادي تسالينيش عاد كنت نمشي شوفوا للكوماج الكيكه وعاد ديالهم ندخل شوف نضربها بواحد تبدا التتويشه تكتبوا لي الكوماج صافي انا ونصايب مسالينها معاكم لي العشيوه. وشوف هذا هو ورده نهاري كيفاش كيفاش هي دايره كندوز. بصح كيحمق علاش كيعجبو يمشي عند ماما تيقول لي عزيزه تدي ليا الكوتي زوين كنقول لي راحيت نمشي نضياف كنقول لها حتى ماما ساعات ولا راه مره دير شي حاجه مره ما غديرش تيقول لي لا لا الكوتي تاع عزيزه زوين على زعما على ماما كيقول لها عزيزه. المهم احبابي كما كتشوفوا دابا حكيت الكوكوز قلت انا مسالية عندي واحد شويه الوقت راه ندير نحك هاد الكوكوت هادي ومعتمد خلي شوكي يكتب لي واحد البويزي وصافي. دابا غادي نمسح فوق البوطاجي ونقيه رشقات ليا صراحه اليوم نقي شويه الكوزينه وصافي هادشي اللي كاين. وهنايا جيت ندير معكم واحد الكوماج زوينه البنات هو كوماج وماسك هو صراحه من الاحسن ديرهم من بعد الغسيل غير انا علاش درتو قلت على ما زعما الا كنتو هكذا غادي تحكو بالكيس وغادي تحكو زعما بالكيس زعما كاين الوقت باش تخليوه شويه في وجهكم عاد كتحكوه مزيان في وجهكم باش لكان كيجي لي بوالوار وهاد الشيء. بالنسبه هاد الكوماج والماسك راه فيه معلقه ديال مايزينا ومعلقه ديال القهوه وشويه نسكافي وشويه الزيت البلديه تقريبا شي جوج محل كبار الزيت البلديه. انا غنكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ولكن باش زوينه البنات هاد الماسك بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم يشوفوا كيعجبو كيشوفوا هكذا البنات اللي وجههم كيلمع تيبقاو يقولوا شنو سر اللمعان. هاد الماسك بالنسبه اللي عنده البشره جافه حيت ماشي البشره الدهنيه اللي عنده البشره جافه والدهنيه ما غتعجبوش كيعجبوش يكون وجههم يدم. هذه بالنسبه اللي عنده البشره مختلطه وجافه وكيبغي هكذا وجهه يكون فيه شويه اللمعان وما يكونش ناشف. هنا راه بدلت الشده البنات كتعرفوا باش ما توسخش ليا الشد الجديد هذا قديم بعدا عندي ماشي مشكل كيتصبن. صافي هنايا دهنت وجهي. انا دائما كنبي نشارك معكم الماسك باش كنشجعكم ونفس الوقت باش كتكون واحد المصداقيه. وهنايا شاركت معكم شنو الاشياء اللي كنستعملها هكذا في الاستحمام. ما تبخلوش عليا باللايكات وكما قلت لكم درتو قبل الدوش حيت شويه الزيت البلديه كتبقى ميدمه في الوجه داكشي علاش درتو قبل الاستحمام باش ندير الغسول الوجه ويتحيد ليا سميتو يتحيد ليا زعما هذاك الزيت في وجهي. وصافي هنايا جيت ندير واحد معكم واحد البانيني ونفس المشكل نسيت
يدي عريانين. المهم هنا غادي نقول لكم بسلام عليكم.